شيرين طافش أشعلت السوشيال ميديا. أحدثت النجمة السورية نسرين طافش حالة رواج كبير عبر صفحتها بموقع الصور والفيديوهات إنستغرام بعدما ظهرت مع الفنانة هنا الزاهد في برنامجها الجديد هزر فزر، والتي ظهرت خلاله في ثالث حلقاته بصحبة عدد من النجوم. وطوال الأسبوع الجاري طلت نسرين في ثلاث مرات بطرق مختلفة وجريئة، حيث استخدمت في البداية تطبيق تيك توك وقدمت مقطع فيديو نشرته على إنستغرام. وظهرت خلال مقطع الفيديو بشكل كوميدي وهي متقمصة شخصية سيدة عجوز تسخر من الرجال، معلقة على الفيديو رأي جارتنا إم محمود: تحية لسيدة الكوميديا السورية والعربية الأسطورة التي لن تتكرر سامية الجزائري. المزيد من الضحك واللعب والتهليس على حسابي في تيك توك. واستكملت نسرين مشاركتها على السوشيال ميديا بنشرها للصورة من ملابسها في حلقة برنامج هنا الزاهد، حيث ظهرت مرتدية فستانا قصيرا بأكمام طويلة صمم بقماش التايجر، ونسقت عليه كولون شفاف مطبوع عليه رسمة القطة، وهو ما أثار جدلا كبيرا بسبب شكل هذا الكولون. وعلقت على الصورة وقالت: ملاحظة، حلقة برنامج هزر فزر مصورينها قبل حجر الكورونا بكتير. واصلت نسرين تواجدها المستمر على موقع الفيديوهات إنستغرام، وظهرت في مقطع فيديو لها وهي تمارس الرياضة بشكل مميز، حيث بدت وهي تقوم ببعض الحركات الرياضية التي تعبر من خلالها على ما تفعله في ظل الحجر الصحي المفروض حاليا. وعلقت على الفيديو وقالت: اليوغا عبارة عن مجموعة حركات جسدية بتشغل كل عضلات الجسم مع بعض بالتناغم مع التنفس. تبدو الحركات للعين حركات سلسة وسهلة، بينما عند التجربة بتعرف قديش ممكن تعرق وتحرق. وتابعت: ميزة اليوغا أنها بتشتغل على مستويين، الجسد والنفسية، بتعلم قوة الإرادة والصبر والسلام والتركيز بالذات، تجمع بين تقوية العضلة ومرونتها بنفس الوقت، لأن القوة والمرونة وجهان لعملة واحدة. في آلاف من فيديوهات اليوغا متوفرة على اليوتيوب من السهل للمتقدم، كل شيء وانت بحاجته سجادة رياضة وشوية إرادة وحب لجسدك ونفسك. وشاركت نسرين مؤخرا في مسلسل ختم النمر مع الفنان أحمد صلاح حسني، وحققت خلاله نجاحا كبيرا. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.